نسأل ونقول how much are they, are they. طيب نيو دي حاجة. كان عندي سؤال تاني برضو، لما أحب أسألك عن العملة أو النقود اللي أنت بتستخدمها في بلدك بقول لك واتس. What's your واتس يور كارنسي أو واتس يور ماني؟ واتس يور كارنسي أو واتس يور ماني؟ ما هي عملتك؟ عشان تقول لي my currency أو our currency أو our money. our money is the pound. لو أنا from Egypt وأقدر أقول our currency is the dollar لو إحنا from America، وأقدر أقول our currency is the euro ده لو أنا French، تمام؟ وأقدر أقول our currency is yuan. إمتى بقول yuan؟ امتى بنقول الكرنسي بتاعتنا هي اليوان؟ لو انا from Egypt ولا China؟ ها مين اللي طلعني دلوقتي؟ مين اللي طلعني؟ نخرج يصير صوت الكتب. احنا هناك طلعت لوحدك. طيب هو المشكلة في النت عندنا. ماشي، مشكلة في سارق. النت. نعم وبعدين هو في حد هوست هناك. تمام، انت اللي طلعتني يا محرم، انا عارف. انا ماشي مالي. طيب، كان عندي سؤال مهم تاني بالإضافة للأسئلة اللي راجعناها دلوقتي، اللي هو السؤال اللي بسأل بيه انت اشتريت ايه. نركز شوية في الصورة دهيت كده، نركز في الصورة دي كده. انا عندي سؤال بيقول لي what did you buy at the toy shop. what did you buy at the toy shop يعني انت اشتريت ايه من المحل. لما بص هنا ولاقي عندي الفعل المساعد اللي هو did، بنعرف ان انا بسأل بديد هنا عن حاجة حصلت، يعني بستخدم ديد للسؤال عن الفعل الماضي. يبقى لما اقول لك وات ديد يو، هستخدم بعد الفاعل اللي عندي الفعل في المصدر زي باي. طيب وات ديد يو باي يعني ايه؟ وات ديد يو باي ماذا اشتريت؟ انت اشتريت ايه؟ وات ديد يو باي انت اشتريت ايه؟ عشان تجاوبني هنا وتقول لي اي بوت. ليه قلنا بوت؟ لاني لما اجي ابص السؤال بديد وعندي هنا باي مصدر، لما اجي ادخل ديد مع باي تديني الماضي منها اللي اسمه بوت. لو قلت لك ديد مع دو تديني ديد، لو قلنا ديد مع جو تديني وينت، لما اقول لك ديد مع سي تديني سو، يبقى ديد مع ليف تديني ليفد، ديد مع كلين تديني كليند. يعني اذا في السؤال أنا بسأل بديت فاعل مصدر، ولكن في الإجابة بيدخل تاني. ولكن فين هو في انت ايه الإجابة معنى؟ ولكن في في الإجابة ايه؟ بستخدم هو في ايه؟ ديد يا ستة مع باي تديني في الإجابة الفعل في الماضي اللي هو بوت. يبقى لما أقول لك وات ديد يو باي تقول لي أي بوت كذا، أي بوت كذا. تعالى نطبق على الكلام ده. عندي السؤال الأول اللي هو سؤال read and fill in the gaps، اقرأ وكمل الفراغات. النقطة الأولى بقول what's your، اللي إجابتها عندي بقول in Egypt our money is the كذا، يبقى أنا سألت وقلت لك what's your، what's your money، what's your money، what's your money. عشان أجاوب وأقول in Egypt our money is the، في مصر طبعا العملة بتاعتنا هي الباوند. لو كانت امريكان هتكون دولار، لو كانت تمام، امريكا لو أمريكا هقول دولار. رهف، رهف جملة الأولى عجبك. عندي، رهف بقول ماتش، ماتش از ات، سألت بإيه؟ هاو، طبعا عشان أكون سؤال عندي اسمه هاو ماتش، كم الثمن أو كم السعر. How much is it؟ بقول it's for one dollar. Number two يا كنزي بقول what did you، what did you اللي إجابتها I bought. باي.
يبقى What اسمها did you what buy؟ did you buy، ماذا اشتريت؟ اجي واقول انا اشتريت كذا، يبقى what did you buy؟ I bought. لو قلت what did you play؟ هقول في الاجابه I played. what did you make؟ هقول في الاجابه I made، اللي هو الماضي من make، ولكن هنا بيقول لي I bought، يبقى سؤالي اسمه what did you buy؟ خلي بالي من did اللي معاها buy. نقطة نمبر 3، يلا يا محمود. بقول in France the money is the، في فرنسا النقود او العملة هناك اسمها ايه؟ طبعا in France هقول له العملة هناك اسمها يورو. هروح بعد كده لسؤال درس عندي، بقول دولار، هنبص في الصور ونشوف فين صورة دولار، اهوت ده الدولار، هنكتب هنا نمبر 1. لما اقول سنت، فين السنت هنا اللي هو معناها جزء بسيط طبعا او جزء صغير من العملة، فاقدر اقول ان ده اسمه سنت، كاتب لي حتى عليه 1 سنت اهوت. باوند الجنيه بتاعنا، الجنيه المصري باوند. بعد كده يورو طبعا، ديت صورة اليورو عندي، هكتب هنا نمبر 4. يلا يا آسر قول لي دولار. او اي ايه ولا ايه؟ اي دولار، يبقى دي او اللي ال اي ار، سنت اي اي باوند، يو يورو يو يو برضو، باي يو يو يشتري. ها توي شوب، توي او شوب او الاو والاو. ها بياستر، بياسترز اي اي بول ايه ايه. هروح بعد كده لسؤال أكمل، انا يلا شيء يا تالين، تالين معاك شيء يلا يا توتو. ها يورو، يورو تالين تالين انا ليه، شيء ليه تالين يا أنا تالين؟ سي أنا سي محرم أنا سي يورو اي يو ار او سنت سي اي ان تي باونت بي او يو ان تي روبوت ار روبوت، او روبوت ار او روبوت ار او بي او تي بول بي اي ال ال بايسترز بي اي اي اس BIASTRES كلام جميل. عندي في كلمة بيسترز أقدر أقول إي آر أو آر إي، الاتنين صح، يبقى بي أي إي إس تي إي آر إس أو آر إي إس، الاتنين بيسترز صح. تعالى لي هنا لجزئية الصور، يلا يا رهف. Found this أوند نمبر 2 دولار دولار. نكمل هنا، بقول هنا our currency is the، محمود الكلام انزا our currency is the يورو يورو، ده يورو. وهنا بقول 1 باوند، الجنيه ده هو is 100، 100 ايه؟ بيستريز بيسترز، بيستريز بيسترز. يلا يا آسر قول in Egypt our money is the، آسر نعم يا سير نمبر 1 in Egypt our money is the، لا the pound. نمبر 2 1 يورو is 100، اليورو سيل سنت طبعا سنت. how much the robot، الروبوت ده أسأل عنه بإيه، بأم ولا إز ولا آر؟ اور ليه ار ليه؟ ده انا بقول روبوت واحد، روبوت روبوت إس از، طالما اسم مفرد يبقى بسأل بإز، روبوت واحد يبقى بسأل بإز. ها in my country اللي اسمها ايه؟ our money is the yuan. شاينا يوان يبقى انا بتكلم عن تشاينا. ها it is 10 يوروز، فور it's 4 معناها ثمنه، ثمن الحاجة ديت 10 يوروز، يبقى اتس فور. الجملة الأولى في الترتيب يا كنزي،
ماشي. how much is how much it is لا انت كنت صح الاول. how much is it ايوه هنا لما اكون سؤال لازم از اللي تيجي قبل ات، ما ينفعش في السؤال ات از، ات از دي اجابه، ولذلك الجمله اللي اقولها ات اخرها فول ستوب، انما لو هي از ات ده اسم سؤال. تمام، يبقى سؤالي هنا هاو ماتش از ات. النقطه الثانيه يا محمود، What did you buy? اه بالظبط هنا نفس الفكره، هي از زي ديد، از زي ديد ده سؤال فعل مساعد بسأل بيه، يبقى اسمها هو ديد يو باي. نقطة الثالثة يا رهف، بقول اور Our money. استنى. Our money is no. Our money is محرم محرم dollar. محرم. ماشي. Our is dollar the money. آسر نفس الجملة نعم يا سير. نمبر 3. Our money is the dollar. ايوه برافو عليك برافو عليك، اسمها our money is the dollar، عملتنا هي الدولار، يبقى our money is the dollar، our money is a dollar. بس ركز شوية، اديني بعد كده how much is it عشان اعمل punctuation. قلنا هنبدأ بال H capital، وعندي طالما بادئ بهاو يبقى جملتي استفهام، يبقى هنحط هنا question mark. I am Mark، واحد بيقول I am Mark، انا اسمي مارك، يبقى عندي ال I capital بداية الجملة، وال I ده هي في اي مكان في الجملة بكتبه capital اللي معناها انا، عندي مارك هكتب الام كابيتال لانه اسم شخص، وفي الاخر هنحط الفول ستوب لانها اجابه. هاجي بعد كده كان عندي جزئيه ريفيو مراجعه على كلمات اليونت، وكان عندي التست الاختبار. يلا محمود بقول هنا حبيبي انجليش، فين صوره انجليش؟ هنبص عند صوره الولد اللي بيذاكر انجليش ده، وهنكتب هنا نمبر، وهنكتب هنا نمبر 1. ماجي هنا هكتب نمبر بريد تو تو، وهنا هكتب نمبر وهنا اكتب هنا نمبر فور 4، وعند العلم ده هنكتب 3. كمل كمل الصورة ده، هي اقدر اقول عليها الجملة هي نمبر ايه؟ اني اور we have Arabic. We have عربي ولا Arabic؟ Arabic. We have Arabic، يعني عندنا عربي دلوقتي. طب الصورة دي انهي دي our currency، our currency is the pound، وده وده I am Chinese. I am Chinese، وده I have falafel. I have falafel. كلام جميل، يلا يا كنزي. Egypt G. جي Science I. ها Science I. ها Pistons I. اي Glass A. جلاس Bread ال A. ال اي، يبقى جي ال اي اس اس، ها بريد بريد. ليك السيرة انا كارما ايه ازيك يا كارما، تقولي يا كارما ايه ايه، ها تشاينا طيب اوي اي نودلز نودلز ليك يا سيدي دي نودلز دي، ها باوند او او. يلا يا رهف رهف سيرة. أنا بس عندي صوت رهف، حيوان قفل الصوت عندك يا كارما، كارما قفل الصوت عندك يا كارما.
كملي دراس يا ماما. دي ار اي دي بل بل دي اي ال ال دراس دي ار دي ار اي اس اس دريس تي تي اي اي اوكي يا تالين، تالين معاك يا سيف. صح صح عشان خاطر خليكي معايا. ها الصورة دهيت اقدر اقول عليها 10 سنت ولا 25 بيسترز؟ ياسترز يبقى 25 بيسترز، ده ربع جنيه 25 قرش. الصورة التانية دهيت بقول عليها I have coffee ولا milk؟ I have coffee. I have coffee. الصورة ده هيت بيقول لي it's for 30 ولا for 10 pounds؟ It's for 10 pounds. it's for 10 pounds يعني تمنها 10 جنيه. الصورة ده هيت بقول I am from America ولا I am from Egypt؟ I'm from America. اه الصورة دي يبقى I am from America. يا آسر كمل الجملة الأولى عندي، بيقول لي I am French. I am French. بعدها With Arabic. we have Arabic. بعدها my is new، My new my dress. my dress. our currency is Yuan. yeah. لا ده مش جوان، ده مين ده؟ ين. انا Yeah. بكمل من هنا، يبقى ماي كرنسي از ين، هو الين. طبعا ده كان فين؟ جابان لو فاكرين يعني. اوكي يلا محرم نمبر 1، بقول اي ام فروم، اي ام ايجيبشن، Egypt. اي ام فروم Egypt. ايجيبت، اي ام ايجيبشن، اي ام فروم امريكا، اي ام أمريكا. امريكان. ذا كرنسي اوف ايجيبت باوند. ذا باوند. باوند. هي إز. هي از صح صحي معايا يا كارما. جزئية القطع عندي بقول this is the house of my father's friend اللي اسمه مستر وان. He has two children. Their names are Liui and Chang Min. They are from China. They are Chinese. The currency of China is the yuan. The yuan is one اللي هي 10 جواو. تعالي لي يلا يا كارما. مستر وان has children. وان عنده كم طفل؟ تو Two children. Number two. His children are ولاده دولت are ايه؟ تشاينيز. Are Chinese. الصينيين. The currency of China is the يوان. يوان. آخر نقطة بقول زي يوان is جياو. هو كم جياو؟ 100. لا ما قالش 100، هو قايل لي اليوان اساسا كام؟ 10. 10. 10 اهو اهي شايفها في القطعه اهي 10، ويبقى اختار هنا برضو 10. وقلنا الكلام ده الحصه اللي فاتت طبعا، كان عندي الدولار 100 سنت، كان عندي اليورو 100 سنت، كان عندي الباوند 100 بيسترز، اما اليوان بس هو اللي فيه 10 جياو. هروح بعد كده لجزئية الري اوردر الترتيب. يلا يا محمود. اي I am from China. يبقى اي ام فروم تشاينا والفول ستوب. الجملة التانية يا آسر وير Are you from? وير ار يو فروم. بعد كده بقول له هنا توم از امريكان يا محرم، يبقى اكبر تي كابيتال وامريكان ايه كابيتال بتاعت وفول امريكان ستوب. والفول ستوب. احمد از فروم ايجيبت. يلا احمد اول حرف في احمد كابيتال الاي كابيتال وايجيبت الاي كابيتال والتي والاخر ايجيبت، فول ستوب. والاخر برضه هنحط هنا الفول ستوب. بعد كده مديني جملة كوبي بكتبها بخط كويس، وبكتب زي ما هي مكتوبة لوير ار يو فروم، وده كان أهم سؤال عندي في اليونت. بعد كده كان عندي امتحانين تانيين كده حلوين لزاز. النقطة الأولى عندي يلا يا كنزي اتفضلي أسرع. Where are you from? Where are you from؟ وما ننساش واحنا بنرتب ان احنا نضيف الكويستشن مارك، تمام؟ Where are you from؟ والكويستشن مارك بتاعتي نمبر 2. Welcome to Egypt. Welcome to Egypt. Number وال three. question mark.
تمام. He is from China. He is from China. Number four. Where is she from? Where is she from? Where is الصوت؟ Where is she from? Number four. Five بقى آخر جملة. What do you have for breakfast? كلام جميل، وقلنا برضو نحفظها، كانت موجودة في درس لوحدها. What do you have for breakfast؟ ماذا تتناول على وجبة الإفطار؟ يلا عبد الرحمن، الصورة الأولى حبيبي بقول عليها. أوف. نمبر تو. Tuesday. ده تويزداي. لا Sunday قصدي. نمشيها صندي يعني ولا ايه؟ يبقى الاحد يعني ايه يا عبد الرحمن؟ Sunday. صندي. ها 2 o'clock. 2 o'clock. ها Morning. مورنينج. تعالى لي يا رهف كملي بكلمة. بقول وير ار يو فروم؟ اي ام فروم China. تشاينا، لانه مكمل هنا وبيقول لي تشاينيز. ها نقعد. دو يو هاف فور بريكفاست؟ what وات دو يو هاف؟ وات دو يو هاف؟ هروح لسؤال مهم جدا، سؤال الماتش. يلا يا محمود، نمبر 1. اول اي ام فروم ايجيبت. I am from Egypt. I am Egyptian. I am Egyptian. I am from Egypt. I am Egyptian. Number two, Yasser. Now, yes, sir. What do you have for lunch? I have falafel I and have food. falafel and food. برافو عليك. يبقى لما حد يقول لي what do you have، برد اقول I have. يا رهف بقول where are you from؟ Where are you from? I am from France. I am from France. آخر نقطة عندي يا محرم، how much is it؟ how much is it؟ It is for 2 pounds. يبقى ده تمنه 2 باونز، يبقى it's for 2 باونز. الصورة الأولى مطلوب طبعا هنا بقى في الصور ديت write a sentence. مطلوب مني write a sentence. يعني ايه write sentence؟ نكتب جملة. نكتب ايه؟ جملة مش كلمة. نكتب جملة مش كلمة. طيب أنا الصورة ديت عايز أكتب عليها جملة، ما أنا ممكن أقول I am. ها I am from. أقدر أقول I am from China. I am from China. وأقدر أقول I am Chinese. الصورة الثانية I am from France أو I am French. I am French. تعال لي سؤال بنكتوشن بعد كده، بقول I am from America. I am American. قلنا الآي بداية الجملة كابيتال، في عندي أبوستروفي هنعيدها نكتبها تاني. American أو America قلنا تكتب كابيتال، يبقى الإيه كابيتال عندي. بعد كده بحط الفلوستوب. موجود عندي اي تاني كابيتال بدايه جمله جديده، وفي عندي ابوستروفي والاي كابيتال، وفي الاخر هنحط الايه الفلوستوب مره تانيه. تمام، كتبنا الجمله دي. يس. الجمله التانيه بيقول لي واتس ماني، يبقى اقول له الدبليو كابيتال بدايه الجمله، في ابوستروفي اس اللي هي الاختصار، وعندي الكويشن مارك، وعندي الكويشن مارك. تمام. الجمله الثالثه بقول اتس فور 20 دولارز، يبقى عندي الاي كابيتال بدايه الجمله، في ابوستروفي اس، وعندي في نهايه الجمله بنحط الفول ستوب. تمام. ده كان بالنسبه لجزئيه الريفيجن المراجعه. بعد كده بنروح لجزئيه ثانيه، نروح ناخدها في البلس. شوية تركيز بات عشان تبقوا ماشيين مع زمايلكم. أخدوا في البلس النهاردة مجموعة كلمات جديدة، وأخدنا فكرة عن جزئية في الجرامر، جزئية من الجرامر. شوية تركيز، لأن هنا بيجمع لنا جزئية كتيرة.
جزئيه كتيره من الجرامر، فاحنا هناخدها على حصص، يعني مش هينفع ناخدها في حصه واحده. الكلمات اللي عندي الجديده مديني الفعل كلايم، كلايم كلايم، قلنا البي فيها سايلنت مش هنطقها، اي بي بتجيلي بعد الام، اي بي بالمنظر ده اللي هي البي الخفيفه ديت بتيجي بعد الام ما بنطقهاش، يبقى كلايم بمعنى يتسلق، معناها جو اب سمثينج، زي ما اقول كلايم ا تري يتسلق شجره، او كلايم ماونتن يتسلق جبل. بينت كفعل عندي بمعنى يلون او يرسم، يبقى تو ميك ا بيكتشر بعمل صوره اوف سمثينج او سم وان ويز بينت، يعني بالدهان او بالطلاء، يبقى كلمه بينت معناها دهان او طلاء اللي هو الالوان يعني اللي بنلون بيها. فيزيت يزور او زياره، يزور او زياره، تو جو سم وير كونك بتروح في مكان، او عشان تشوف سم وان عشان تشوف حد شخص او بليس مكان، يبقى انت كده فيزيت، زي ما بقول اي فيزيت ماي جرانبا انا بزور جدي. كوك معناها يطبخ، بقول هنا تو ميك فود ريدي تو ايت، بنجهز الاكل ليه ان احنا نتناوله، يبقى ده اسمه كوك. طيب بعد كده مديني هاوس اللي هو بيت او منزل، يير يعني سنه، ماونتين ماونتين جبل، وقلنا كلايم ا ماونتين يتسلق جبل، بارك بمعنى حديقه، بيكتشر بيكتشر لصوره، هاو لونج هاو لونج معناها ما طول المده، ما طول المده الزمنيه، هاو لونج. بايك بمعنى دراجه، وايت اللون الابيض، كيرلي بمعنى مجعد، وقلنا عكسها ستريت، يبقى عندي كيرلي بمعنى شعر مجعد، وعكسها ستريت اللي هو شعر ناعم. ليتل بمعنى صغير عكسها بيج. جراند بيرنتس، جراند بيرنتس اللي هم الاجداد اللي هو جراند با اند جراند ما، بيرنتس بس اللي هم الوالدين اللي هو فاذر اند ماذر. يوجالي عاده، نيفر قلنا بمعنى ابدا او مطلقا، سمر فصل الصيف، هير هير شعر، شيرت قميص، ناو الان. طبعا هنا اقدر اقول I have green eyes، وكنا بنقدر نقول I have long hair أنا عندي شعر طويل، واحد تاني هيقول له I have short hair أنا شعر قصير، واحد تاني هيقول لي I have curly hair أنا شعري مجعد، واحد هيقول له I have straight hair أنا شعري ناعم أو طويل. يبقى إذن مع الأجزاء اللي موجودة عندي في الجسم اقدر استخدم هاف او هاز، هاف او هاز، والكلام ده شفناه في منهج سنه اولى. تعال لي بعد كده بيقول لي all my life طول حياتي، all my life طوال حياتي، at the weekend جنب at هنا هوت اعمل لي شرطه كده واكتب لي on. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن اقول at the weekend وممكن اقول اون ذا ويك اند، يبقى كلمه ويك اند عند سيادتك ممكن اكتب قبلها ات او اون اللي هي في نهايه الاسبوع. بي ايبل تو، ايبل تو بس معناها قادر على، قادر على، يجي لي قبلها حته من فيرب تو بي، وبي هنا نقصد بها ام او از او ار في المضارع، فاقدر اقول اي ام ايبل تو، هي از ايبل تو، ذي ار ايبل تو. طب ولو مستقبل، لو مستقبل بتاعت الترم الاول هيبقى اسمها will be able to، will be able to. play tennis بيلعب تنس، بستخدم play مع الالعاب عامة. wear glasses مع النظارة، هستخدم wear بمعنى يرتدي او يلبس نظارة. have curly hair، قلنا لما اتكلم عن اجزاء الجسم اقدر استخدم الفعل have بمعنى لدي او عندي او امتلك. last month، مالها last month؟ من الكلمات الداله على الماضي زي yesterday، last week، last month. on Mondays يعني في ايام الاثنين او كل يوم اثنين، on Mondays كل يوم اثنين. ميك كيكس مع الكيكس او مع الاشياء اللي بنعملها عامه في المطبخ بستخدم الفعل ميك، يبقى اقدر اقول ميك كيكس معناها بيصنع الكعكه او الكيك، واقدر اقول بيك كيك. يوز ا كمبيوتر، يوز ا كمبيوتر، اه سير كرامي از يوزنج ا كمبيوتر ناو، انا بستخدم الكمبيوتر دلوقتي، اه يبقى يوز ا كمبيوتر بيستخدم كمبيوتر. كاتش ا بول، كاتش ا بول
معناها بيمسك الكورة، بيمسك بيصد الكورة أو بيمسك الكورة. have long hair، احنا قلنا ممكن اقول have curly hair او have long hair. ايوه يا عبد الرحمن. مش هيطير امال رافع رجلك ليه؟ عادي. ننزل لمجموعة الافعال اللي عندي في الدرس ده، بيديني طبعا الفعل وبيديني التصريفات الخاصة بيه. نعم ايه ثانية، سيرك الصفحة الأولى، الصفحة الأولى في الكلمات. انت قلت الهاب، الهاب بتكون يتناول أو يشرب الاتنين، مش أو يلبس أو يأكل. هاف لها معاني كتيرة، قلنا هاف مع الأكل يأكل، وهاف مع الشرب يشرب، وهاف أساسها معناها يمتلك أو عنده أو لديه. مش أنا بقول I have a car، أنا عندي عربية، I have a new dress، أنا عندي فستان جديد، I have a pen، أنا معايا قلم، I have a sandwich، أنا معايا ساندوتش أو باكل ساندوتش، I have curly hair، أنا شعري لدي شعر مجعد. يبقى إذا هاف لها استخدامات كتيرة، وهاف اللي عندي النهاردة معناها يمتلك أو عنده أو لديه، ده بالإضافة للمعاني اللي قلناها اللي هي يأكل أو يشرب كمان. تمام يا كوكو؟ ماشي. ماشي. هاجي لمجموعة الأفعال مطلوب مني أحفظها بأشكالها، مش النهاردة، ده المفروض الكلام ده من أول ما بدأنا نتعلم إزاي نحفظ الأفعال بالتصريفات الثلاثة بتوعها، والكلام ده كان موجود عندي كتير في الترم الأول. لما أقول هنا ليف، قال الماضي ليفد، والثالث أيضا ليفد، يبقى فيزيت فيزيتد فيزيتد، كلايم كلايمد، هيلب هيلبت، كوكوكت، ميك ميد ميك ميد، رايد رود ريدن، رايد رود ريدن، كاتش كوت كوت، دو ديد دان، دو ديد دان، وير وور وورن، بينت بينتد، هاف هاد. طيب انت مديني ليه الافعال دي حبيبي؟ انت عندك النهارده مراجعه على كوكتيل ازمنه، ها على كوكتيل ازمنه. يعني ايه يصير كوكتيل ازمنه؟ يعني هلاقي عندي النهارده مضارع بسيط وماضي بسيط ومضارع مستمر ومضارع تام، عندك اربع ازمنه المفروض بتعرفهم النهارده. طيب هنروح للازمنه بعد ما نشوف الكلمتين دول. ايه الكلمتين دول؟ بيديني بعض الصفات زي شورت، اللي عكسها طول، زي سمول اللي عكسها بيج، زي ايبل بمعنى قادر وعكسها انيبل غير قادر. يبقى مطلوب مني اعرف الكلمة وعكسها. يبقى لو قلت هي ازنت شورت معنى كده ان هي از تول، she isn't small يعني اقدر اقول ان هي she is big، I am able عكسها I am unable to، I am unable غير قادر. ده بالنسبة للصفات. تعال بقى لجزئية الأزمنة. فاكرين لما كنا بنقول I like English بالظبط زي ما هقول دلوقتي I go to school، بالظبط زيها لو قلت I learn English بتعلم إنجليزي، I eat pizza أنا باكل بيتزا، I read أقرأ. ماله الكلام ده؟ كل الجمل اللي أنا بقولها دلوقتي زي go دي بسميها جملة مضارع بسيط. يعني إيه مضارع بسيط؟ قال لي يعني الفعل في أصله اللي إحنا بنسميه المصدر، يعني المصدر اللي عندي ده بيديني زمن اسمه مضارع بسيط. قال لي آه، زي جو، زي بلاي، زي ايت، زي سويم، ده كله اسمه مضارع بسيط. أيوة بس بيبقى مصدر إمتى؟ مصدر فقط لو الفاعل اللي عندي آي أو وي أو يو أو ذي أو أي اسم جمع. فأقدر أقول I like، we like، you like، they like. إنما لو قلنا هي أو شي أو إت، لايك ديت هنزود لها إس، جو ديت هنزود لها إي إس، يعني أقدر أقول هي لايكس، آه هي لايكس، هي جوز، هي جوز، هي واتشز، هي واشز، هي رانز، هي سويمز،
لا يعني ايه؟ يعني بقول لك هنا المضارع البسيط عبارة عن ايه؟ المضارع البسيط عبارة عن يا اما مصدر يا اما مصدر بإضافة الاس، يا مصدر يا مصدر باس، اهو ده المضارع البسيط. بنقول انه عبارة عن يا اما الفعل اللي هو المصدر او الفعل اللي اخره اس، سواء بقى كانت اس كانت اي اس كانت اي اي اس، هو المهم اخره اس، اخره اس. طب امتى بينتهي باس؟ اذا كان الفاعل هي او شي او ات او اي اسم مفرد. يبقى انا لو قلت اي لايك هقول هي لايكس، لو قلت اي جو هقول هي جوز، لو قلت اي ايت هقول هي ايتس. ده اسمه مضارع بسيط. اه يبقى تاني لما اسالك بقى اقول لك مضارع بسيط، هتقول لي مصدر او مصدر باس، مصدر او مصدر باس، امتى باس؟ مع هي او شي او ات، غير كده يبقى مفيش اس اللي هو مصدر. طيب هنطلع من اللينك على طول يا محرم، يلا من عيون.